أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أكد أن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو عمل إرهابي كبير يستهدف الإضرار ببنية الاقتصاد العالمي، وأن كافة الدلائل تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مبينا أنه يتم العمل على الانتهاء من هذه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها كافة. كان هناك هجوم إرهابي على معامل النفط في بقيق في خريص. لدينا القدرة بإذن الله تعالى على حماية المناطق الحيوية البترولية والاقتصادية، حماية المكتسبات الوطنية، وحماية المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية. هذا العمل الإرهابي هو عمل جبان بحجم كبير، كما ذكرت يستهدف الاقتصاد العالمي وليس المملكة العربية السعودية. نحن لدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية والاقتصادية، ولكن نتعامل مع هجوم إرهابي ونمط إرهابي من الجماعات الإرهابية. استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. قيادة القوات المشتركة أيضا مستمرة في هذه التحقيقات مع الجهات المختصة. كافة الدلائل والمؤشرات العملياتية وأيضا الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي سواء في بقيق أو في خريص تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من هذه التحقيقات، وسيتم الإعلان عن كافة النتائج. كافة الدلائل والمؤشرات الأولية لم يكن الهجوم الإرهابي من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية. هذه الميليشيات مجرد أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، مجرد مطايا يحققون الأجندة والرغبات للحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي. فور الإعلان بإذن الله تعالى عن نتائج التحقيق النهائية، سيتم الإعلان عنها قريباً بإذن الله. المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات بما يتوافق مع القانون الدولي. وجدد العقيد المالكي التأكيد على أن الحوثيين يواصلون الانتهاكات الدولية باستخدام الأطفال دروعا بشرية في مناطق الصراع. لا تزال الميليشيات الحوثية تحاول استخدام المدنيين كدروع بشرية في عملياتها العسكرية. هذه إحدى التسجيلات لأحد مراكز تموين الميليشيا الحوثية. تلاحظون العناصر الإرهابية متواجدة في هذا المكان، تم رصده من قبل التحالف. يلاحظ وجود أطفال في هذا الموقع لم يتم الاستهداف بما يتماشى وبما يمثل احترام القانون الدولي والإنساني بعدم استهداف المواقع التي يوجد فيها الأطفال والنساء، وهذا انتهاك من الميليشيا الحوثية للقانون الدولي والإنساني. وكما ذكرت التقارير هناك أكثر من 23 ألف طفل قامت الميليشيات الحوثية بتجنيدهم في العمليات العسكرية. هذا الفيديو يثبت استخدام المكان من قبل الميليشيات الإرهابية والعناصر الإرهابية في تخزين الأسلحة وكذلك نقل هذه الأسلحة إلى الجبهات.